آخ يا الدنيا. ميرة، ميرة، السلام عليكم. سلام ورحمة يا ميرة، شلونك يا شيخ؟ أبشرك أنا بخير، أنت بخير؟ الحمد لله، دامنا احنا نشوفك كل يوم على التلفزيون ونسمع كلامك الطيب، حنا بخير. الله يسعدك. سيسي للإدارة. شيخ، عندي سؤالين وطلب. ايه قولي. السؤال الأول بخصوص الصلاة، إنه إذا أنا نايمة نمت طول اليوم وطافتني صلاة الظهر والعصر والمغرب وصحيت على العشاء، هذا نوم؟ إيه. الله يعطيك العافية، زين كملي كملي. لا، هي ما صارت معي، صارت مع ناس، بس أنا أسألك عشان أنا وهم نعرف الجواب. شو كان جوابك أنت؟ شوف أنا بحب أسمع من المتصل، شو يسوي؟ أنا بقول لك، أنا نمت مثلا الساعة 11، طافتني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، واستيقظت العشاء بعد ما انتهت الصلاة. وشو جوابك؟ أنت هذا السؤال، وش أسوي صح؟ إيه. وش تتوقعين؟ أنا أقول دام إن صلاة العشاء دخل، أصلي العشاء وأصلي المغرب وأخلي ثاني يوم قضاء الظهر مع العصر. لا غلط، عكيفك هو. أقول أنا بقول لك، مش أليس الصلاة راعى الله فيها الترتيب؟ نعم صح، بمعنى توقيت الصلوات فجر ظهر عصر مغرب عشاء، صح؟ أنا استيقظت العشاء وصلوا الناس، لا بستيقظ بصلي الظهر والعصر والمغرب ثم العشاء، لأني أنا كنت نايم واستيقظت. قال صلى الله عليه وسلم: فوقتها حين يذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. فأنا لما استيقظت فاتتني الظهر، إذن الآن بصلي الظهر ثم الصلاة الفائتة ثم الفائتة حتى يأتي العشاء. الترتيب، أراعي الترتيب، علمتي؟ يعني يا شيخ، صحيت على العشاء أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. العشاء، أيوة. وهذا القول الراجح. بسألك سؤال، في قول، أنا أعلم في قول يقول لا خلها باكر وصلي الظهر مرتين، صح؟ هاي برمجونا على أن هذه هي الطريقة. أيوة، أنا بقنعك. شوفي أنا وظيفتي أحرك مخك. الآن أنت لما فاتتك الصلاة واستيقظتي، أليس الظهر والعصر دخلوا في ذمتك؟ صحيح. زين، تضمنين عمرك لباكر؟ لا والله. علمتي؟ من أفضل إذن؟ أصلي الصلاة أول ما أصحى من النوم، لأنه ما أضمن العمر. أيوة، اقتنعت الحين ولا لا؟ زين، طيب، حلو. طول، حلو، ممتاز، اتفقنا؟ اتفقنا. نعم، يلا شو الثاني؟ طيب شيخ، السؤال الثاني اسمح لي، هو يمكن يكون تافه وسخيف. لا ما في، شوفي ما في سؤال تافه، في جواب تافه بس ما في سؤال تافه، تفضل. صادني موقف مع طفل من أطفالنا عمره 3 سنوات. هي. فصادني فضول أسأل، هل الأطفال يشوفون الميتين؟ الأطفال ما يشوفون الميتين، الأطفال عايشين صح، حياة الشهادة، والميت في عالم الغيب صح؟ صح. أنا أريد أقنعك، وش ربنا يقول؟ ومن ورائهم إيه؟ برزخ، يعني حاجز. طالما إحنا يقظة مستحيل نشوف الميتين. هذه أفلام زومبي، يمشي الميت وتشوف ميت، هذا كذب، مستحيل نشوف ميت إلا إذا نمنا. كيف نشوفه؟ في المنام. في المنام. اقتنعتي؟ أما مو لأن الطفل، ترى على فكرة لو أطفال يشوفون ميتين بنصرعه رسمي صح؟ صح. ايه اقتنعتي ولا بعدها مشوش عليكي؟ لا اقتنع. طول لي بعمرك. ولا الطلب الاخير، الوالده الحين تشوفك، انت قبل شوي تكلمت عن انشر السعاده واصنع السعاده لحياتك، والوالده تقول طيب ابني مات بجريمه قتل، كيف يعني كيف اسعد نفسي ولا كيف اشعر بالسعاده وابني متوفي؟ هي اذا حزنت اساليها، اذا حزنت هل يرجع ابنها؟ لا والله ما يرجع. صح، الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على إيه؟ على عبده. وش يعني أن نرضى بقضاء الله وقدره؟ أن نرضى أن الله قضى أن يموت الإبن ولا نسخط على أمر الله، صح؟ صح. وأن تمشي الحياة كما أراد الله. فالحزن كأنك أن تسيء الظن بالله، وكأن ابنك والعياذ بالله في جهنم. نعم حزن الفراق هذا وارد، لكن من حسن الظن بالله أن أبتسم، أقول ابني الآن أفضل مما كان علي، ابني الآن عند ربي أفضل مما لو كان عندي، هذا نوع من حسن الظن بالله، علمتي؟ فعلى أمك الوالدة الله يحفظها تبتسم وتقول الحمد لله، مات مقتول مظلوم، أليس كذلك؟ فمات مقتول مظلوم، سيأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما يطالب بحقه أمام الله من القاتل، هذا خلاص أنت لازم تفرحي الآن، رحمة الله عليه.
فهو عند ربه أفضل وأزكى وأنقى. وحسن الظن بالله أن أبتسم وأقول يا رب قبضت ثمرة فؤادي ابني، فيا رب أنا راضي عنه واجعله في الفردوس الأعلى واجمعني فيه. هذا تمام الرضا بأمر الله عز وجل. علمتي؟ إن شاء الله. الله يطول لي بعمرك. جزاك الله خير. مرحبا وسلمي على الوالدة. نعم.